معانا على الهاتف من عمان الأستاذ جهاد الرنتيسي، الكاتب الصحفي والسياسي الأردني. بحييك وبرحب بيك. اهلا وسهلا بك يا سيدتي. أهلا بك. يعني هل فعلا نحن نشهد تكرار لسيناريو عام 2009 وقت الانتفاضة؟ هل هي مشابهة فعلا هذه المظاهرات لذلك الوقت؟ لا بالتأكيد، يعني هناك أوجه تشابه وهناك أوجه اختلاف بين هذه وتلك. أولا آليات الخروج في تلك المرحلة كانت مختلفة عن هذه المرة. في عام 2009 كانت أشبه المظاهرات بتعبير عن أو تجسيد لخصومة بين موسوي المرشح الذي لم يستطيع الفوز في الانتخابات وأحمد نجاد. ولكن هذه المرة هي أقرب إلى يعني انتفاضة شعبية للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وتحسين ظروف المعيشة. هذه نقطة اختلاف. هناك نقاط تشابه أيضا، يعني هي هبة في النهاية، وبالتالي مطالبهم يعني تعد مشروعة في العرف المجتمعي والعرف السياسي. هناك اختلافات فيما يتعلق بردود الفعل الدولية. في المرة السابقة يعني لم تؤيد الولايات المتحدة بشكل سريع المظاهرات، لأن الرئيس أوباما كان بصدد إنجاز الاتفاق النووي مع إيران. هذه المرة الأمور مختلفة. سارع الرئيس ترامب إلى تأييد هؤلاء المحتجين. نعم. في المرة الماضية كانت أوروبا موقفها مختلف، تحمست للاحتجاجات، ولكن في هذه المرة حتى الآن تتعامل الدول الأوروبية يعني بشكل حذر مع التطورات.